احنا اكبر هاجس لشبابنا اليوم شنو هي؟ المعصيه. المعصيه افسدت لهم حياتهم بكل انواعها. علاش؟ شتو الشباب شو عايش فيها اكثرها؟ شوف، يصبح في المعصيه، يمسي على المعصيه، يقول المعصيه، يفعل المعصيه، يتقلب الى المعصيه، يدعو الى المعصيه، خلاص. وش صار؟ ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ما عندوش نور يمشي به، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. او عايش في المعاصي، وبك المعاصي واش دير يا اخوان؟ ضيق عليك، ضاقت عليهم الدنيا بما رحمت. ابك تعيش واحد الهم، بالك تصيبوا كان يصيبوا عنده دراهم، عنده بصح يقول لك شيخ مهموم انا، ماشي فرحان. عباك علاش؟ انها شؤم المعصيه. يقول ابن القيم رحمه الله، هذا كلام رائع جدا، ابن القيم كما يقول العلماء طبيب القلوب، كان يقول اسمع، كان يقول قله التوفيق وفساد قله التوفيق وفساد الخلق ونفره الخلق ومنع اجابه الدعاء وطول الهم والغم وضيق الصدر ومحق البركه في الرزق والمال وحرمان العلم ولباس الذل، هذه قاع قال تتولد من المعصيه والغفله عن ذكر الله كما يتولد الزرع من الماء. قال لك هكذا تعيش، هادو قاع تعيشهم. علاش؟ لانك انسان فقير بالله. سبحان الله نشوفوهم ما كاش ما عنده حتى علاقه بالله، تعيش الشقاء. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. كي تروح يقول شيخ نحس بالضيق، انا يا ماشي فرحان في حياتي. يقول لك على بها ندير، وهذه سبحان الله سنه الله في الوجود، سنه المعصيه. عندنا امرين حفظوهم هذوما. شوف، عندك اللذه ولا الشهوه، كيف كيف؟ اللذه والشهوه، وعندك حاجه اسمها السعاده. شوف، اللذه والشهوه تكون في المعصيه، والسعاده تكون في الطاعه، هذه واحده. اثنين، ما هو الفرق بين اللذه والشهوه من جهه وبين السعاده من جهه اخرى؟ اللذه يا اخوان معروف عنها انها مؤقته، اللذه والشهوه مؤقته ما تطولش. كما لذه وشهوه الطعام والشراب، شتي انت تكون جيعان تقول ناكل دنيا، يحطوا لك تاكل غير تكمل شحال 15 دقيقه تشبع، بعدها لو كان يحطوا لك الاف انواع الطعام ما تاكلش، ما تقدرش. شهوه لحظات وراحت. هكذاك المعصيه، تدعوك النفس الى المعصيه ديرها لحظات من بعد خلاص. كما كان يقول الامام احمد رحمه الله، تفنى اللذاذه ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذه من بعدها النار. شنو ندير باللذه انا تاع خمس دقائق؟ شهوه. اي جايزه مره نشوف فيها، شفت خلاص، بعد ما خلاص شحال 30 ثانيه دقيقه دقائق دقائق، ومن بعد تعقبها حصاره. بصح ما تنساش باللي انت قلبك نكتت فيه نكته سوداء، وهكذا تكون الهم والغم وضيق الصدر. الناس هذه عايشه سنوات، عايشه هكذا ماشي نهار، عايشه سنوات على هذه الطريقه. شفت المعصيه واش تتولد؟ من ورائها تولد اللذه شويه هكذا، يقول لك باش ننسى، وبعد يولي اكثر من اللي كان. تصيبو يعمر راسو ويشرب الدواء هكذا، وبعد يدير ديكا يبالك يضرب واحد الموس ولا يسرق ولا، ومن بعد كيصحى يندم واحد الندم، وكان انا درت هدومة كامل. وهكذا عايشه. بصح الطاعه يا اخوان، لا لا عباك الطاعه وشنو هي ثمرتها؟ الطاعه ثمرتها سعاده، والسعاده تدوم. لهذا قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هاي حياه السعاده، كل الناس تبحث عن هذه الحياه، وهذه الحياة يا إخوان نجدها في طاعة الله. قد تكون فقير بصح منشرح السر، مرتاح البال، فرحان. كاين الناس بالك ما على بالكش شحال عنده دراهم، يجي يقول لك على بالك شحال عندي ما ضحكتش. سبحان الله، والدراهم جاني عندك ما ضحكتش، ما نقدرش. مهموم. إنها شؤم المعصية، إنه شؤم المعصية. رسول الله عليه الصلاة والسلام يا شباب هو قدوتنا، هو أسوتنا. على بالك لما سئلت عائشة قالت: كان يمر الهلال والهلالان والشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله نار. كاش النار؟
فقالوا لها يا أمه وما طعامكم؟ مش كنتوا تأكلوا؟ فقالت الأسواد التمر والماء. هذا شهرين يأكل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسعد بيت في الوجود. على لأنه بيت غني بالله. شوف احنا بيوتنا إلا من رحم ربي، عندنا كلش في البيوت الحمد لله، عندنا كلش. تروح تشوف المشاكل اللي في البيوت، الأخ ما يهضرش مع أخوه، البنت ما تهضرش مع الأم تاعها، هذا ضرب أخوه، هذا الدار مع باباه، هذا حوزوا باباه بالدار. واحد الشيء كي يحكي لك، كي يجي أنا ساعات هكذا مشاكل يكون يحكي لي مسكين، أنا يا نعيا، أنا لاني نسمع نعيا، كيفاش لي عايشهم؟ كيفاش لي راهو عايشهم؟ هكذا وما دوش تخمر لا دين لا دنيا. هذه الدنيا شحال نعيش نعيشها هكذا، فما بالك ما ينتظرني بعد ذلك. إنها ثمرة البعد عن الله، إنها شؤم المعصية. هذا هو الواقع الذي يعيشه شبابنا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله، كان يربط بطنه من الجوع. كاش حنا حنا كش واحد ويجوع؟ ما من يجوع والله ما وصل هذه المرحلة. مرة جاءه أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستضافه النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن تستضيف الضيف ثلاث أيام. فبعث إلى تسعة من نسائه، تسعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يسألهن أيهن عندها طعام ليستضيف الضيف عندها. ليس عندها مكلة يدي الضيف عندها. كل نسائه تسعة أمهات المؤمنين كامل عودوا بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله والله ما عندنا في الحجرة إلا الماء، عندنا غير الماء. الله أكبر، خير خلق الله لكنه أسعد بيت في الوجود. احنا اليوم كذلك دي في الأسر لازمنا ندير دورة ماشي محاضرة اسمها ليلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، باش نعيشوا هكذا. أنا إلا ما استشرحها في داري وين نصيبها؟ في الشارع، الشارع غابة، الشارع أنا نتاع في الشارع باش ندخل داري نريح. تدخل دار زيد صباح حصارات ظلمات، إنها ظلمة المعصية، ظلمة البعد عن الله. هذا هو الواقع الذي يعيشه شبابنا اليوم، إنه واقع البعد عن الله. ثم الأمر الثاني، أنا اللي نقول لك أخي الشاب راك جربت خلاص، أعقد العزم أني أغير حياتي. حياة القرآن حياة عظيمة جدا، حياة الاستقامة حياة رائعة جدا جدا جدا. أباك شغل كنت ميت وحياك الله عز وجل، كنت ميت وأحياك الله، كل شيء تبدل فيك، كل شيء ماشي أنت. الآن تبقى المرحلة الثانية التي يسأل كثير من الشباب عنها، يقول لك شيخ الحمد لله، يقول لك أنا تبت، كنت تدير محرمات أقلعت الحمد لله بفضل فلان علان. يقول لي بصح شيخ كيفاش باش نبقى على الحال اللي راني فيها؟ هذه كانت مهمة جدا، كيفاش باش نثبت على الخير الذي عرفته؟ لأن المقولة الشهيرة واش تقول؟ قال لك ليس العبرة أن تصل إلى القمة، ولكن العبرة أن تبقى في القمة. كل واحد يقدر يوصل للقمة، بصح شكون حيبقى للتم؟ كل واحد يقدر يتوب. المساجد تمتلئ في رمضان 10 أيام الأولين، بصح شوف 10 أيام الأخرين. المشكل ماشي أن يتوب، المشكل أن يبقى على التوبة. هذه وهذا أعظم أمر لكل إنسان كبيرة أو صغيرة، إنها مسألة التابات على الطاعات إلى المامات يا إخوان. هذه مهمة، هذه أصل السعادة التي قال فيها تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مسألة الثبات علاش؟ لأن مسألة الثبات على الخير والطاعات من أعظم ثمرتها كما سنرى حسن الخاتمة. علاش؟ لأن سنة الله في الوجود ماذا تقول؟ من عاش على شيء مات عليه، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. عشت على الغناء تموت على الغناء، كاش منها تموت ساجدة غير نساء. عشت تسمع الغناء تموت تسمع الغناء. عشت تاع مخدرات شراب دعاوي الشر تموت أوفر دوز ولا بحاجة أخرى. تقول ليش حبيت تموت ساجد؟ كبرت في بيوت الله، يختم لك ربي في المسجد، يختم لك ساجد، يختم لك صائم، يختم لك وانت فاتح مصحف تقرا. من عاش على شيء مات عليه، سنة الله في الكون هذه هي. بالك عشت في طاعة الله قدر ربي مت في حال تمرون، مت في حال تمرون تسمع القرآن،
متحادث مرور انت دير الخير داي انسان المستشفى هذه اش على اخرات موت. الان قد يقول قائل اذا شيخ بعد ما عرفت الخير جيت للمسجد انا كيفاش اثبت؟ اخي الكريم في عجاله جدا جدا من اعظم اسباب الثبات حفظوها عني يا اخوان جزاكم الله أربعة في عجال. اول شيء حبيت تبقى على الخير الذي انت عليه وحده الدعاء ثم الدعاء في كل سجود وركوع وفي كل وقت اجابه قل هذا الدعاء يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. عبك جاءت امراه الحديث رواه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاءت امراه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله علمني دعاء اقوله في سجودي علمني دعاء اقوله في سجودي. فقال لها يا امه الله قولي يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. لو كان دعاء اعظم من هذا الدعاء وكان علمه لها. قال قولي يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. علاش؟ لانه احنا لازم نعرفه يا اخوان الحرام والحلال اكثر الناس يعرفها. بصح شكون هذا اللي يدير الحلال ويجتنب الحرام؟ اي مشكله؟ النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال لنا؟ ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهه. اكثر الناس يعرف بلي هذا حلال هذا حرام. بصح المشكله ماهيش هنا، المشكله الاكبر شكون يمتثل باجتناب الحرام ويمتثل بفعل الحلال. هاي المشكله. هذه كيفاش؟ بالدعاء. جاءت المراه فارشدها. نزيد لك اعظم من هذا، رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكي نقول لك يا اخي الكريم، كي نقول لك التابات على الهدايه على الطاعه هي الهدايه، هي اللي انت كل يوم تقول سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، يعني بين لي طريق الحق ثم ثبتني عليه كما ثبتت الذين انعمت عليهم. اذا التابات على الطاعه هي الهدايه. اسمع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام واش تقول؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بل قال ابن عباس والذي نفسي بيده ما خلق الله ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام. كاش مخلوق في الوجود أكرم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وما سمعت، هذا ابن عباس ترجم القرآن، قال وما سمعت الله أقسم بعمر مخلوق سواه. فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. المخلوق الوحيد في الوجود اللي ربي اقسم بعمره بالعمر تاعو هو رسول الله عليه الصلاه والسلام. لعمرك هذه من القسم. الله عز وجل نعم اقسم بالمخلوقات، اقسم بالشمس بالقمر بالليل بالنهار، بصح بالعمر تاع مخلوق ما كاش من غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على اي شيء يدل؟ على مكانته عند ربه ومولاه وخالقه الذي خلقه واصطفاه. بل من مكانه رسول الله عليه الصلاه والسلام عند ربه ومولاه أن الله عز وجل اختار له اسما من اسمه، ما كاش نبي في الوجود. ربي اختار له اسم من اسمه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسولنا اسمه محمد وأحمد مشتق من التحميد من الحمد، وربي سبحانه اسمه الحميد. الله اختار له اسما من اسمه لمكانته عند الله، ولهذا زد ولا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يذكر الله في التشهد يذكر معه رسول الله، يذكر الله في الأذان يذكر معه رسول الله، يذكر الله في الإقامة يذكر معه رسول الله. والقس، وهذا هو معنى كما قال الحسن البصري في قوله تعالى سورة الشرع ورفعنا لك ذكرك. قال أي لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله. زد واختار له اسما من اسمه. لهذا ماذا يقول شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام حسان في مدح النبي عليه الصلاة والسلام في همزيته الرائعة جدا؟ كان يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام.
بكت المكانة كامل تاع النبي صلى الله عليه وسلم. آه. كل يوم يسأل ربه الثبات على الهداية ويسأل ربه الهداية. سبحان الله خلاص يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. بصح كان يسألها فما بالكم نحن. واسمع روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام ليصلي من الليل يعني قيام الليل عندما يكبر يأتي الدعاء الاستفتاح تاع الليل واش كان يقول كل يوم كل يوم كان يستفتح دعاء فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون في الحديث كمان اهديني رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداية للثبات اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل قيام ليس ربه والثبات وش نقوله احنا كان يمشي على دخل الجنة ويمشي على الأرض. وهذا دعاء أول أسباب الخير اللي عرفته وبعد ما تبت الدعاء دعاء 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 هذا الدعاء اللي قلته لكم والثاني يا مثبت القلب ثبت قلبي على دينك وإياك أن تحتقر الدعاء دعاء هو كل شيء كما كان يقول الشافعي قديما رحمه الله أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لا أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء دعاء وحدة هذا تثبت بإذن الله تثبت وقال لنا مش غير الشاب كامل زعما أنت الحمد لله فيك خير عندك سنة تصلي تعمل زيد بصح حبيت زيد مثلا ما كنتش تصلي مثلا ما كنتش تصلي الرواتب الحمد لله دوكا حبيت نولي نصلي الرواتب بديتها باش تقعد عليها الدعاء الأولى اثنين من أعظم أسباب الثبات على الطاعات اللي هي الهداية الصلاة في بيوت الله حبيت تثبت على الخير كاين بزاف شباب يجي يقول لك والله الشيخ حمدي كنت ما شاء الله كذا بصح دير هذه الخطوات الصلاة شوف يكون واش يكون يطيح الزجاج من السماء الزجاج وفايونس وبيير بلو يطيح من السماء روح الجامع نجي يكون واش يكون علاش دليل على صدقك مع الله مع الأيام يثبتك الله علاش قلت لكم انا المساجد احنا دليل الحمد لله قول الله قول رسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قال تعالى إنما يعمر مساجد الله وسطر على كلمة يعمر ما قالش يأتي الفرق بين إنسان يعمر المسجد وإنسان يجي المسجد فرق كاين يجي بالجمعة هذاك لا يعتبر من عمار بيوت الله عمار بيوت الله الذين يصلون الصلوات الخمس في بيوت الله هذو العمار وهذو الرجال اللي يوصفهم ربي في القرآن بالرجال قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال أو رجلا هذه رجلا حقيقية رجلا حقيقية ماشي يرفد 200 كيلو ما يكشف لي زرع الصبح باش ينوض للصبح هذا بلادي دنيا وقاعد جات شي وكي تلحق الصبح ما قدرت نوضياش صحبينا إزار يوزن 200 غرام هاي الرجولة حقيقية فهمت؟ وش ندير أنا بدك ميقامة سكتبوا فيها سبحان الله معنا المهم فالسبب الثاني من أسباب ثبات الصلاة في بيوت الله واسمع إلى قول الله كشربت الهداية بالمساجد قال تعالى إنما يعمر مساجد الله شكون؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ختمها بالهداية إشارة إلا أن من أسباب الهداية الأمور اللي ذكرها أول حاجة بدأ بها عمار بيوت الله يعمر مساجد الله إذن من أعظم أسباب ثبات على الطاعات يا أخي الكريم الصلاة في المساجد